اختبارات متعددة تفرضها الانتخابات الإثيوبية، فهي تمثل أول اختبار جدي لرئيس الوزراء أبي أحمد منذ تسلمه السلطة عام 2018. ورغم الآمال الكبرى التي صاحبت وصوله إلى السلطة والوعود الكبيرة التي أطلقها، يبدو أن ما تحقق أقل من المأمول، خاصة في مجال الإصلاح الاقتصادي. هي أيضاً الاختبار الأول لحزب الازدهار الحاكم الذي تأسس على أنقاض الجبهة الديمقراطية الثورية التي هيمنت على الحياة السياسية في البلاد لأكثر من 3 عقود. وتعقد الانتخابات التي جرى تأجيلها مرتين وسط تحديات ومصاعب، بعضها داخلي وأخرى خارجية. مصاعب صحية يفرضها تفشي وباء كورونا الذي كان سبب التأجيل الأول للانتخابات عن موعدها في أغسطس الماضي. تحديات أمنية تمر بها عدة مناطق وأقاليم. كبرى هذه التحديات الأمنية الوضع في إقليم تيغراي بعد العملية العسكرية الموسعة التي شنتها الحكومة المركزية، وتم إلغاء الانتخابات في الإقليم بسبب هذا الوضع. كما يشهد إقليم أورومو احتجاجات وأعمال عنف متقطعة من وقت لآخر. وأعلن حزبان في الإقليم وهما مؤتمر أورومو وجبهة تحرير أورومو مقاطعتهما للانتخابات، ويحتمل أن يؤدي غياب الأمن ونقص التجهيزات لإلغاء الانتخابات في بعض الدوائر. خارجياً، تجري الانتخابات وسط أزمة إقليمية كبرى وخلافات مع كل من مصر والسودان بسبب سد النهضة. مؤثر خارجي آخر هو التوتر على الحدود مع السودان بسبب إقليم الفشقة. معظم التوقعات ترجح فوز حزب الازدهار الحاكم بهذه الانتخابات، غير أن نجاح الحزب لا يعني ضمان الاستقرار، فقد ترفض أحزاب المعارضة النتائج والاعتراف بشرعية الحكومة، وهو ما من شأنه أن يسبب مزيداً من عدم الاستقرار في إثيوبيا.